إلى محطتنا المنوعة التي نبدأها من هنا من الكويت. فمن هنا انطلقت رسالة سلام وحب صادق تدفقت من أطفال تربوا على القيم والأخلاق الاجتماعية الصحيحة ليسيروا على درب الإنسانية في بلد هي مركز العمل الإنساني. نتابع. عندما تجتمع براءة الأطفال مع روح الإيثار بغرس المفاهيم الإيجابية مع هذه الفئة العمرية، حتما سنبني مجتمعا يؤمن بمد يد المساعدة لأطفال حرموا من أبسط حقوقهم. وكما تزخر الكويت بالبيئة التربوية المميزة، أصبحت الرسالة اليوم تغذي أطفالنا لمساعدة أطفال العالم من خلال التبرعات حتى ولو بشيء بسيط. نتمنى أن يعم السلام لجميع أطفال العالم بالصحة والخير والتعليم. كثر ما حرصنا بالتعليم كثر ما حصلنا جيل يطور أي بلد فيها. أطفال بورما حاليا محتاجين لهالشيء. أول تبرع كان لدول الكويت، لدولة الكويت، لأطفال الكويت ذوي الاحتياجات الخاصة، أما هالسنة لأطفال بورما. ثمرة من ثمرات أجيال ينتظر منها الكثير، تؤمن بالسلام وتتسلح بالعلم وتبني خصالا حميدة بأطفال رسمت على محياهم البراءة والصدق. فمثل هذه البوادر تخلق لنا مستقبلا يؤمن ويشعر بمعاناة أطفال العالم. رسالة لجميع أطفال العالم من طالب فيها بحقوق الطفل من التعليم والصحة والعيش بسلام، من طالب السلام لكل أطفال العالم. وجهوا رسالة للعالم عن طريق مساعدة الأطفال المحتاجين، الأطفال المنكوبين من الحروب. السنة كانت رسالتهم لأطفال بورما أنه تبرعوا بمبلغ مالي لأطفال بورما المحتاجين. من الأطفال إلى الأطفال، هكذا تروى الحكاية لتخلق آفاقا من الحب والمودة مرسخة مبدأ المساعدة لأطفال حرموا من أبسط حقوقهم في بعض الدول المنكوبة. راد الشمري لبرنامج العالم هذا الصباح.